مرة أخرى يعود جسر القرم إلى دائرة الاستهداف بعد تفجير ضخم تعرض له مطلع أكتوبر من العام الماضي. هذه المرة أصابع الاتهام وجهتها موسكو إلى أوكرانيا سريعة وحملتها مسؤولية الهجوم الذي نفته كييف، وقالت إن الحادث قد يكون استفزازاً روسياً. بداية القصة كانت مع الإعلان عن توقف حركة النقل بالسكك الحديدية بين القرم وروسيا على خلفية حادث طارئ بحسب السلطات الموالية لموسكو في المنطقة، فيما كشفت اللقطات المصورة عن انفصال جزء من الطريق على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم قبل أن تستأنف حركة المرور من جديد. تفاصيل الحادث كشفت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية بعض أجزائها حين أشارت إلى أن كييف هاجمت جسر القرم باستخدام مركبات بحرية مسيرة متهمة قوات خاصة أوكرانية بتنفيذ الهجوم. ورغم أن عددا من وسائل الإعلام الأوكرانية نقلت عن مصادر لم تسمها أن وكالة الأمن الداخلي والبحرية الأوكرانية تقفان وراء الحادث الذي وقع على جسر القرم، قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن الحادث قد يكون إثارة روسية لحل مشكلات داخلية. المسؤولة الأوكرانية أضافت أن خلق مثل هذه الاستفزازات التي تروج لها السلطات الروسية بكثافة طريقة نموذجية لحل مشاكل سلطات شبه جزيرة القرم وكذلك مشكلات موسكو على حد وصفها. ولا يعد هذا التفجير الأول الذي تشهده منطقة شبه جزيرة القرم التي تعرضت لسلسلة انفجارات في أنحاء مختلفة منذ بدء الحرب الأوكرانية، وكذلك الجسر الذي يربط بين شبه الجزيرة وروسيا وأصبح طريقاً رئيسياً لإمداد القوات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير من العام الماضي.